السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ لا يحل الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله. ردا على زكريا المؤمني، هل جننت يا زكريا المؤمني أن تطلب يد الأميرة لالة سلمى؟ مرة تقول أنهم قتلوها، مرة غادي مرة تقول أنه كل مرة اش تقولوا ودروك تطلب يدها. أنت حماقتي، انت حماقتي، انت تدير تدي لا راه تنقول لك، راه ما كاينش شي حد اللي يرد لك عقلك. راه تنقولها لك، راه تنقول هي راه جيتي مسكينه اللي طلعتي بدات يقول فيها اللي بها. هل جنين انت يا زكريا المؤمني؟ انه باش تجي تقول انه فين هو صاحبك محمد حاجب ولا الحاجب ولا سميتو، باش تقول انا بغيت نطلب يد الاميره لاله سلمى وهي اللي عندها الحق ترفضني ولا تقبلني. لا والله العظيم انا من هنا من هذا المنبر تنقول لك زكريا المؤمني، راك حزق ليك لانتير اخويا، وحق الله العلي العظيم الا حزق ليك لانتير. وما تجيش باقي تقول لي لاله سلمى هادي تحيدها ليها. وشكون انت اخويا اللي عطاك ربي هاد السلطه؟ هي كانت هي مرت مالك، عطاها الله الملك. وشكون انت في ملك الله اللي بغيتي تنوض تزوج بلاله سلمى؟ نقولوا انه تطلقات ديزهم مشيو معاك، نقولوا انه تطلقات من الملك كما تدعي انه تطلقات من الملك وتنوض وقلت هي الصورات عندي، هي حياة ترزق وهي كاينة وهذا 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 وكلام سميتو. انا والله الا صدمتيني بداك الكلام، صدمتيني ملي تطلب يد الاميره لاله سلمى. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه الحماق هو هذا. ما بقيتي شد والو زكريا المؤمني، ما بقيتي شد والو والله، ما بقيتي شد شي حاجه بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. ما فهمتش، شكون انت خويا؟ شكون انت اللي بغيتي تزوج بيك وهي اللي هي اللي طلعت في مواقع التواصل او تصيفط لك رسالة او تصيفط لك او سميتو ترد عليك اشنو واش بغات ولا ما بغاتش؟ هي بنفسها ما بغيت حتى شي حد يتدخل. ويلي 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 ويلي، شحال بعدا عجبك راسك وانا اني وليني ولابس الكومبلي، لابس الكومبلي زعما راه جاي تطلب يد الاميره لاله سلمى. وسير اخويا الله يعطيك شي عقل جديد، هذا ما نقول لك انا، سير الله يعطيك شي عقل جديد، سير الله يعطيك شي عقل جديد. غادي تسمعوا زكريا المؤمني تيطلب يد لاله سلمى. وهنا من هنا كنقول لك من هذا المنبر، انا راه ملي غادي نتزوج بالاميره سلمى راه غادي نحيد ليها اللقب ديال لاله، الاميره لاله سلمى، يعني غتولي الاسم ديالها سلمى مؤمني فقط. دونك هنا دونك من حقي هذا السي، من حقي هذا حق شرعي، حق من حقوق المشروعه، انني نتقدم لواحد الانسانه ونطلبها للزواج. دونك الاميره سلمى السيده مطلقه، يعني مطلقه هي حره ومن حقها تعاود حياتها ومن حقها تعيش حياتها. وانا زكريا المؤمني يعني انا طلقت في نفس السنه اللي طلق فيها الملك محمد السادس 2017، انا يعني عازب بحال هي عازبه، ومن حقي انا نتزوج، ومن حقي نديرو من حقنا نتزوجو ونديرو وليدات وداكشي، يعني عادي هادشي. دونك لذلك فانا كنعاود نسول اين هي الاميره سلمى، اين هي الاميره سلمى؟ وعبد اللطيف الحموشي جلاد المجرم مخرج البورنو، كنقول لك من هذا المنبر ما تبقاش تكتب ليا، ما تبقاش تجي وتقول ليا علاش كتسول عليها، شكون انت باش تسول عليها، علاش كتسول عليها، دير شغلاتك. راه حقي من حقي دابا نسول عليها، انا باغي نتزوج بالسيده، انا كنقلب على الاميره سلمى، انا باغي نتزوج بها، من حقي نسول عليها.
واش دابا هادشي غيرتك؟ اذا بلا ما تقعد تسولني علاش ما علاش، احنا قلنا احنا خرجنا معاكم ليالينش، احنا قلنا لكم ها هي كنسول على الاميره باغي نتزوج بها وما كاينش شي واحد عنده الحق يهضر من غيرها هي، ما كاينش واحد يمكن له يتدخل في الحياه الخاصه ديالها من غيرها هي. الا خرجت الاميره وتجاوبني تقول لي نعم الساده مسيو زكريا مومني انا موافقه، او تقدر تقول لي مسيو زكريا مومني انا ما باغاش نتزوج. تقول في الاول في الفيديو تقول انه كاينه وعندي لها تصاور جداد وهادو وهذا، ودروكا اين تتسول حموشي اجنا فينا هي الاميره لالا سلمى واش درتو بها واش هذا واش هذا واش هذا. انا هاد الصراع الملوك صعيبه، هاد الصراع الملوك صعيبه صحابك، الصراع الملوك سهله. اش بنقول لك اخويا، لا اله الا الله محمد رسول الله. الحماق راه انت فيه، الحماق راه انت فيه، الحماق راه انت هو هذا، انت فاش فاش نتايا هذا ما نقول لك انايا، الحماق راه انت فيه. ايوا هادشي راه عطا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. انت بغيتي تنوض تطلب يد لالا سلمى وصلات بكم سيبا سيبا باش تطلب يد الاميرة سلمى بناني، وبيحيد لها قال لك اللقب ديال لالا وبيخليها سلمى المؤمني. هاي 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 لا تيقى في النفس جديرة، هي 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 قاعد تيقى في النفس اخويا، هاد شاب بزاف ماشي هادي تيقى في النفس، هادي بزاف. خرجتي بزاف خرجة صعيبة، خرجتي لبيست خرجة صعيبة بزاف، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله ما تتستحيو بالله، والله ما تتستحيو بالله. اللي تدار لي فيكم قليل ما شاء الله صافي. هل تستحي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عندها أميرة والدة ولي العهد، والدة الأميرة لالا خديجة، وتطلب منها الزواج وبتتحيد لها انت اللقب ديال لالا ديال الأميرة وتسميها سلمى المؤمني. واش ماشي هذا خرج للعقل؟ ماشي هذا خرج للعقل؟ ماشي هذا الحماق بوجهه او تتحامق؟ ما شاء الله ما شاء الله. زدتو فيه نيت، والله الا زدتو فيه، زدتو فيه. ما بقيتو لا تتحشمو ولا تطراعي ولا تتستحيو ولا حتى شي حاجه. غير اللي قال لكم فمكم تلقوه، اللي قال لكم فمكم تلقوه. ما شاء الله. هانتوما غادي تسمعوا هذاك، غادي ندير لك واحد غادي ندير لكم واحد المقطع صغير باش تسمعوا انه تيطلب ليد ديال لالا سلمى. وفينا هي؟ هو قال لك في الاول الفيديو كاينه وعندي صور جديده ليها، وفي الاخر تيقول لك فينا هي بعد هاد لالا سلمى، وفينا داك مدير الامن سميتو بعدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فين درتوها وفين هذا يا هذا يا هذا يا هذا. اش هاد التناقض في كلامكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.